السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الموقع كيقرا البرامج ديال التطريف. اول حاجه المهم انا نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. الى دخلتي ماشي هذا الموقع، غادي غير نكليك هنا وغادي يمشي منه للموقع ديال الزواق ديال الكاترفيل. اول حاجه غادي نديرها غادي ندير تنزيل باش غنزل واحد الملف فيه البرامج ديال دي اس سي، ترجمه دي اس سي. الى درنا ليه بحال ما هكا غنلقاو فيه واحد 6، هادو تصاور انا غنشرح لكم لاش كيخدمو، وهادو بروغرام. غادي ندير تحميل، راه غنشرح لكم اللي بغيتي لي شارجي البروغرامات ديال الكاترفيل، هما راه كاينين في الموقع بالمجان وان شاء الله راه دائما الجديد. غادي نسجل هاد الملف، ها هو تشارج عندي في البي سي. غادي نجي لهنا عندي لي فك الضغط، لانها كما كتعرفوا يعني ملي كتكون عندك واحد المجموعه ديال البروغرامات خاصك ديرهم في وين راه ضروري تكون بريسيم معايا. الملف ديالنا هو هذا، نخرج منه من هنا. دابا غادي نمشي للموقع باش نقرا هاد الملفات اللي كاينين في هاد. اول حاجه غادي ندير اختيار تصميم، نمشي لداك التوصيل 6، غادي نختار تصميم. التصميم ديالنا هو هذا كما كتشوفوا، التصميم ديالنا هو هذا. هذا ماشي هو المفيد، احسن حاجه في هاد الموقع غادي يعطيك الديفوات اللي كاينين في البروغرام. مثلا الا عندك بروغرام ديال الكاترفيل وكانوا فيه شي ديفوات راه غيبانوا لك. غادي ندير اختيار صوره، بعد ما ندير اختيار صوره غادي نختار صوره من دوك التصاور اللي جبدنا. كيف ما شفتوا ها هو البروغرام ولا كيبان واضح وعلى شكل طرويد. هاد الموقع راه بدون اشتراك وما فيش يعني الاعلانات اللي غادي يبرصوكم ولا شي حاجه. الا بغيت نصغر من هنا ولا بغيت نبدل الصوره غنعاود نرجع لنفس الايقونه وغادي نكليكي وغادي تبدل لي الصوره. وممكن تصمو واحد التصاور بحال هادو ديالكم يعني وتخدموا بهم، ويمكن لكم تحملوا صوره للبرنامج كما شفتوا الموقع ديال كاترفيل بوان كوم. راني مصايبو بهذه الطريقه يعني البروغرامات كاملين مصورهم بهذه الطريقه. هنا علاش كيعطيني وحدات كبار؟ لان الضربه كتكون 44، 44 كتكون ضربه كبيره، ضربه كبيره كيعطيك يعني راه الضربه كبيره كتبان لك. والا كان الفرق عندك في البروغرام، انا عندي هاد التصاور مصممهم على 1.5، هادو كلهم العبار ديالهم 1.5. الا كنتي كتخدم على 1 مليمتر يمكن لك هادو تصغرهم على 1 مليمتر، لان الا درنا 1 مليمتر ودرنا هنا غيبان لنا هنايا الضو خاوي بين الطرفان والطرفان. الا بغيت نقلب تدوير الصورة يمكن لي ندور من هنا. وبالنسبة لهاد الايقونات الاخرين، هاديك تقلب لك البروغرام بالعكس وهاديك تقلبو لجهة اخرى. هنا الى بغيت نزل صغيرة، هنا الى بغيت تصغر ولا تكبر، وكما كتشوفوا معايا كيعطيك واحد الجودة اللي عالية يعني صغيرة كذلك رائعة جدا. بالنسبة لكيفاش تيليشارجيو التصاميم اللي خصنا البروغرامات ديال يعني اللي خصو الزواق ديال الكاترفيل، غادي كليكي هنا غادي تمشي للموقع ديال الكاترفيل بوان كوم. كيما كتشوف معايا هو هذا، راه فيه بزاف ديال المعلومات مزيانين. البلوغر هذا بلوغر ماشي، غادي تجي تكليكي على تحميل تصميم دي اس سي بحال هذا الشكل، وغادي يعطيك هنايا كل التصويره، غادي يعطيك تحت منها البروغرام ديالها. على سبيل المثال نديرو شي بروغرام وننزلو، مثلا غادي نكليكي على هذا. هنا راه عاطيني التوق وهنا عاطيني لكم، يعني اي حاجه فيها التوق كنكتب لك التوق، فيها لكم كنكتب لكم. غادي نكليكي عليها بحال ما هكا على التحميل، وغادي ندير ليها تنزيل.
ان كاع هاد البروغرامات الاخوان راه ما فيهم حتى شي مشكل، يعني تيلي شارجي خدم. انا كنخلي لكم شي حوايج اللي تيقع، ماشي بروغرام فيه مشاكل ولا ديال دوك البروغرامات ديال اللي كيكونوا في الواتساب متداولين بزاف. غنمشيو نقراو هاد البروغرام نيت نمرة 4، غادي نرجع هنا، غادي ندير اختيار تصميم، غادي نجي للبيرو باش نقلب على داك البروغرام، هاو فين هو، غادي ننزل دور 4 وغادي ندير ليه بحال هكا. غنهبط بالضروري لأن بعض المرات كيعطيني الصورة ماشي في المكان ديالها صحيح. عطاني مقلوب نكليكي على هادي باش البروغرام يتقلب، واخا نزومي بزاف باش يبان ليا واش كاين شي ديفو في البروغرام. البروغرام مزيان ما فيه حتى شي مشكل. اختيار الصورة، نمشي للدوسي 6، المواقع راه نخلي لكم اللين تحت نخلي لكم اللين تحت الفيديو. ندير مثلا هذه كيفما شفتو معايا البروغرام كيفاش كيبان. الا بغيت نتيلي شارجي صورة ممكن نصغرها على قد سميتو وندير لها بحال ما كون، ندير لها اونروجيستري. هاد الطريقة مزيانة تخلي لك صور. الا بغيتي تشري الموقع تشارجي البروغرامات راه تكليكي هنايا. اخوان كنشكركم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. غادي نعاود لكم فيديو اخر نشرح لكم فيه عاوتاني بالتفصيل. الى اللقاء وشكرا على المشاهدة.